خير عيد الغدير المبارك. نسأل الله الثبات على ولاية أمير المؤمنين. نحن بفاضل اليوم المبارك نريد نحكيكم موضوع جدا مهم، موضوع النظافة، موضوع الغذاء الصحي. موضوع النظافة شنو؟ يشمل الكل، يشمل نظافة القلب، نظافة العقل، نظافة الجسم، نظافة الروح، تحب الخير للآخرين، مو تجري الجامع عندك درس يا أبو سجاد يا مسجد تلبس كمامة حتى تحمي نفسك، حتى تحمي عائلتك، ترجع للبيت تغسل ايديناتك زين، من تجي هنا تخلي مسافة بينك وبين صاحبك، حتى خاف لا سمح الله عندك طاوزة عندك شيء حتى ما راح تعيد زين. من نكمل نطلع ندرس شو نسوي؟ نزع الكمامة نخليها وين؟ في سلة المملات. خلي نتعلم، خلي نتعلم من هسه حتى من نكبر ما نتندم بعدين، حتى ما حد يقول ما حد علمنا. مو؟ من علم اللي حقه ملكين حقه. المفروض اني هسه وانتم من نجي يا ابو سداد يا ابو سيد وعارفين شغلهم وعارفين عملهم يقول له شكرا لك يا ابو سداد، ربي يحفظكم احنا نريد نتعلم. مو؟ احنا نريد وين نروح؟ أنا أجي للجامعة حتى أتعلم، أروح المدرسة حتى أتعلم، أروح لأي مكان هو مكان زين ونظيف أنا حتى أتعلم، أحاول أبتعد من الشغلات اللي مو زينة. تجي لا تأذى صاحبك، لا تضربه، لا تشاقون بالمسجد زين حبايبي. من تجيب بطل مي وياك تقول صاحبك يشرب من عندك، يشرب بس أنت تشرب به حتى ما تعدي ولا هو يعديك. هاي المواضيع خلوها بباركم. اعرف شلون اغسل ايديناتي، ايش اغسل ايديناتي؟ لان هاي ايديناتي هي اللي تجيب الفيروسات وهي اللي تجيب الامراض. من اقعد الصبح اتريق، ليش؟ حتى اصعد نسبه السكر وين؟ بالدم. حتى من يحكي لي ابو السجاد والسيد حتى افهم ايش راح يقولون. اسمع حكايه امي ما اشتاق قلبها. اسمع حكايه ابوي ما عنده. الشغلات اللي مو زينه اللي ينصحوني منها احاول ابتعد من عندها. اقلل من استخدام التليفون، مو من الصبح لليل انت مجنب بالتليفون. يا اما خلي لك وقت شوف لك برنامج مفيد انت تستفاد من عنده. ابتعد من الاكلات اللي تاذي جسمنا والاكلات اللي تاذي صحتنا. شنو هي الاكلات؟